أهلا بيكم معانا في قناة أكلة تريندي. النهاردة هنعمل لكم طبق فول للسحور روعة. هنبدأ بتدميس الفول من الأول، هقول لكم إزاي ندمسه ونعمله أحسن من اللي بيتجاب من بره. أول حاجة، الفول ده أنا نقعاه قبلها بيوم في مية، هنحطه في حلة البخار وهنحط نفس الكمية مية، نزود عليها كمان كوبايتين زيادة. وهحط معاه ليمونة متقشرة وهغطيه، وده شكله بعد ما يستوي. سبته على النار حوالي 3 ساعات على نار هادية. ممكن طبعا نعمله في القدرة عادي زي ما انتوا شايفين شكله دايب ازاي. طبعا حلة البخار بتوفر الوقت وطريقة سهلة وجميلة جدا. ممكن تستخدموه في السحور او في الفطار. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول. هنحط في طاسة على النار ربع كوباية زيت، نص كوباية بصل مفروم، ونقلب لحد البصل ما يدبل. بعدين انا هنا استخدمت 50 جرام بسطرمة، ممكن نحط بدلها صدوق عادي حسب رغبتكم، ممكن ما نحطش خالص هيطلع برضو الفول طعمه حلو قوي. ونقلبها ونضيف فصين ثوم متقطعين ونقلب لحد ما الثوم ريحته تبدأ تطلع. هنضيف عليهم كوباية عصير طماطم مع معلقتين صلصة ونقلب. هنحط عليه الكمية اللي احنا حابينها من الفول احنا هنا استخدمت حوالي كوبايتين فول مدمس. هنضيف عليهم كوباية مية، نص معلقة كمون ونص معلقة فلفل اسود ومعلقة ملح، ونقلب. هنحضر الطاجن اللي هنحط فيه الفول. هنحط كل الكمية في الطاجن. وبعدين هنحط 3 بيضات ونسيبهم كاملين زي ما هما. ورشة فلفل اسود ومعلقتين سمنة، لو مش حابة ممكن تحطي زبدة او زيت. وهندخل الطاجن الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة، وهتشوفوا شكله جميل ازاي. طعمه حلو قوي قوي، ينفع في السحور في الفطار في العشاء. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. رمضان كريم، أشوفكم في أكلة جديدة. مع السلامة.